في ساحة أبو الحجاج الأقصري انطلق المهرجان القومي للتحطيب. المهرجان ده بيشارك فيه عدد كبير جدا من الفرق وشيوخ ولاعبي التحطيب من مختلف محافظات الصعيد، وكمان كان في تواجد في حفل الافتتاح امبارح يوم الاثنين من عدد كبير من ممثلي منظمة اليونسكو. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم، صباح الخير يا استاذه منى، صباح الخير يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. لما نيجي نقول المهرجان، ايه اللي بيشمل عليه المهرجان، فعاليات المهرجان، انشطه المهرجان، فكره التحطيب في حد ذاتها؟ واحنا كمان حضرتك ممكن تصلح لي المعلومه، انا مش متاكده احنا بالفعل سجلناها ولا بنسعى لتسجيلها في اليونسكو. تمام يا فندم. في البدايه بس بحب اوجه التهنئه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على النتيجه امبارح، نتيجة انتخاباته، ونهنئ أنفسنا على النتيجة كلنا وشعب مصر إن شاء الله في تقدم مستمر. لعبة التحطيب هي لعبة أساسا مسجلة في اليونسكو، تسجلت 2016 في التراث اللامادي في اليونسكو. طبعا ده بفضل القائمين على العمل هنا في وزارة الثقافة على التراث اللامادي. مهرجان التحطيب بيجي السنة دي في دورته 13، بيحمل اسم الراحل الفنان الكبير عبد الرحمن الشافعي اللي هو مؤسس فكره التحطيب، مهرجان التحطيب، مؤسس فكره مهرجان التحطيب. طبعا بدعم ورعايه معالي الدكتوره وزير الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني. انطلق امبارح المهرجان الفعاليات، الفعاليات بتتم على ثلاث ايام، عباره عن مرحلتين، مرحله للاعيبه ومرحله للفن التشكيلي الفن الشعبي. لاعبين التحطيب بيشتغلوا على حلقات لعبه التحطيب من بعد العصر، مشايخ وأصول اللعبة إلى المغرب. بعد العشاء بتنطلق الفعاليات بتاعة الفرق الفنية. الفرق الفنية اللي مشاركة هي فرق كلها فرق فنون شعبية مستلهمة من العصاية ومن التحطيب نفسه لفرق الصعيد. هي لعبة التحطيب لعبة مصرية أصيلة طبعا في الفراعنة، صحيح، عرفت على النقوش المعابد ويرجع أصلها ل 1700 سنة قبل الميلاد، بالتحديد في مقابر بني مزار، صحيح، بني حسن في الأسرة الحادية عشر. لعبة التحطيب هي لعبة مصرية أصيلة متأصلة أصلا بالصعيد. نعم. وبتدل على الرجولة وبتدل على القوة وفيها فيها حالة كده من حالات الفروسية والنبل والشهامة، ودايما احنا بنشوفها. يعني هي مهرجان حقيقي، مهرجان القومي للتحطيب، مهرجان ليه خصوصية كده مختلفة في مهرجاناتنا اللي موجودة في مصر الثقافية، ليه خصوصية في المكان وكمان في التاريخ وجذور التحطيب لدى الشخصية المصرية. بس أنا عايز أسأل حضرتك يا دكتور عمرو، اختيار المكان وساحة أبو حجاج الأقصري وتفاعل الجمهور والناس أكيد بيطفي أجواء مختلفة على مهرجان التحطيب، في تفاعل مع الناس. لعبة التحطيب تأصلت أصلا وارتبطت بالأقصر بشكل كبير وشكل عميق جدا، خصوصا مع الراحل حسن فتحي لما أعاد لعبة الأقصر في الأقصر في قرية حسن فتحي. لعبة التحطيب احنا دي الدورة 13، بقالنا 12 دورة شغاله في الاقصر اوريدي، كل سنه بتتعمل في الاقصر. لعبه التحطيب مرتبطين جدا بشعب الاقصر والشعب الصعيدي بشكل عام، ويمكن بتحصل في حلقات تحطيب من مشايخ اللعبه اللي هي بتشارك معنا من على مستوى الجمهوريه، من بني سويف وقنا وملاوي والاقصر والاقصر واسيوط، يعني كل اللعبه، لان هي لعبه متاصله من الصعيد، تعتمد جدا كبيره على كل الصعيد، ودايما كنا بنلاقيها ومتواجده مع المصري الاصيل في الافراح، ومرتبطه بافراح ومرتبطه بالعرس المصري في التحطيب. على الهامش ده احنا بنشتغل مع نفس الفرق الصعيديه اللي كانت بتشارك معانا، اللي بتقدم الفن الشعبي اللي هي متاثره اصلا بالتحطيب وفي لعبه العصاية. طيب مدة المهرجان مستمرة معانا كام يوم؟ أنا عارفة إنها يعني في إقبال كبير جدا من الناس إنها حتى تتابع وتتفرج وتشوف اللي بيحصل. هو اهالي الاقصر كل سنه من سنه لسنه بيستنوا مهرجان التحطيب. مهرجان التحطيب ليه ميعاد ثابت، احنا طبعا عاملينه ميعاد ثابت بيبقى شهر 12، فكل الناس بتنتظر مهرجان القومي للتحطيب ده من سنه لسنه. مهرجان التحطيب هو عباره عن الثلاث ايام اللي جايين. امبارح كانت فعاليات الانطلاق، احنا بنعمل على جزئين، الجزء الاول اللي هي مشايخ اللعبه، هي لعبه ومسجله في اليونسكو، عباره عن المشايخ واللعيبه الحطابه. بعد العصر بنعمل حلقه تحت ابو الحجاج، بيلعبوا بعض كحطابه وكلاعيبه، ولها مشايخ ولها اصول ولها فنون في اللعبه. بعد من العصر المغرب دي اللي هي فتره التحطيب، اللعبه كاصول لعبه.
بعد العشاء بتقدم بقى الفرق الفنيه، فرق الهيئه العامه للفنون والثقافه المشتركه في المهرجان، بتقدم بقى الفن الشعبي لاهالي الاقصر واهالي المنطقه. من بعد العشاء بتمتد لحوالي ساعتين بعد العشاء. وده طبعا بيبقى فيه طبعا يعني دقات الطبول والنغمات والعزف اللي بيحصل، يعني في حاله كده من حالات الفرجه الشعبيه يعني لو عرفنا نقول. هي لعبه التحديد مرتبطه اصلا بالمزمار والطبل. مزمار طبعا. يعني هي طول عمرها مرتبطه بالمزمار والطبل البلدي ومع الافراح زي ما انا قلت قبل كده. فرق الفنون الشعبيه طبعا عندنا فرق الفنون الشعبيه بموسيقاتها المميزه بحركاتها المميزه، ودي بتعكس يا دكتور عمرو بتعكس الهويه المصريه. وعايز اسالك هنا يعني لعبه التحطيب تم تسجيلها في 2016 ضمن التراث اللامادي في اليونسكو، وفي حضور لممثلي اليونسكو موجودين. ازاي نوصل هذه اللعبه بتفاصيلها المصريه الخالصه جدا للعالم، لانه العالم اكيد بيحب يتابع التراث الشعبي لكل شعب من الشعوب بشكل مختلف. ازاي نوصل الصوره دي للعالم؟ احنا كان معانا حضره معانا الدكتوره نهله امام اللي هي مستشاره معالي الوزيره للتراث اللامادي، وهي اساسا صاحبه تسجيل اللعبه في اليونسكو، وهي من الناس اللي شاركت جدا بفعاليه. احنا بنبعت لنسكو بنعمل تقرير، هي بتعمل دكتوره نهله بتعمل تقرير عن فعاليات المهرجان السنوي للتحطيب، من فعاليات من صور من بتاع، وبنسجل وبنبعت دايما باستمرار تاقيل اللعبه واستمرارنا في اللعبه. يعني مش لعبه مش سجلت وبس، لا، في ممارسه وفي استمراريه، لان اليونسكو بيتابع وبيحرص ان الموضوع مش لعبه خلص، لا، في استمراريه وفي تواجد. أكيد كل أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصباح الخير على